نظمت وزارة الداخلية احتفالية للنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم، وذلك بمشاركة وفد من المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني. تأتي تلك الاحتفالية في إطار برامج التأهيل المتطورة لتقويم سلوكية النزلاء بما يسهم في سرعة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهن. إعلاء لقيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة، والتي تحرص من خلالها وزارة الداخلية على إحياء المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم، بحضور ممثلين عن مجالس حقوق الإنسان والقوم للمرأة والطفولة والأمومة. الاحتفالية تضمنت فقرات موسيقية متنوعة أبرزت مواهب النزلاء الفنية، والتي تحرص وزارة الداخلية على إصقالها من خلال خبراء ومختصين في إطار برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احترام حقوق من يقضي عقوبة ولا نعاقبه مرتين، يكفي أنه بيقضي عقوبة ولكن يعامل بما يعزز إحساسه بالكرامة، وده الحقيقة استثمار في البشر، لأنه اللي أخطأ مرة أنا مش عايزاه يخطئ تاني، فلازم أأهله وأصلح الخلل اللي أدى أنه يخالف القانون وأساعده أنه هو يبدأ حياة كريمة جديدة. بتفتحوا الأبواب علشان الأسر تيجي وتحتفل مع أمهاتهم، فالحقيقة شكر موصول، وده تأكيد أن احنا بننفذ، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة أن هي تنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإحنا النهاردة بنتفرج عليها، بنتفرج على فاعلية بتؤكد على حرص الدولة على تنفيذها، والشكر طبعا موصول لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية اللي بنقدم لها الحقيقة كل شكر والتقدير على كل ما بتبذله من جهد لإعادة وتأهيل المرأة التي تؤدي فترة من العقوبة حتى تعود مرة أخرى مؤهلة نفسيا واجتماعيا، ويكون أيضا لها يعني قدر من التأهيل الذي يساعدها على شؤون حياتها فيما بعد. إشادة كبيرة من ممثلي المجالس النوعية بهذه الاحتفالية التي تعكس التطبيق الفعلي للمعايير الإنسانية في السياسة العقابية الحديثة، التي شهدت طفرة كبيرة مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمرافقها المتنوعة، والتي تمثل بيئة إصلاحية متكاملة لبناء إنسان جديد. شايفين بكل تأكيد الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة الهامة، أعتقد ستسهم بشكل كبير أن يتم إصلاحهم من أجل أن يعودوا مرة أخرى مواطنين صالحين في هذا المجتمع، في ظل منشآت ورعاية طبية ورعاية صحية ورعاية اجتماعية كاملة طليق بجمهورية زي الجمهورية الجديدة. رعاية جيدة جدا تقدم لهؤلاء النازلات وأطفال هؤلاء النازلات، يعني احنا سألنا الأطفال بيقعدوا قد ايه، قالوا لغاية 4 سنوات، فهذا شيء جميل جدا لأنه كان 2 سنين ثم أصبح هناك تطور 4 سنوات. أنا بحيي وزارة الداخلية جدا إنها فعلا قدرت تحول هذه المراكز إلى مراكز لتنمية ودعم النزلاء والنزيلات ببرامج بتخرج من داخلهم كل ما هو جميل. وانطلاقا من البعد الإنساني في السياسة العقابية، تم توزيع هدايا على الأمهات المتميزات من النزيلات وكذا الأمهات الحاضنات داخل هذه المراكز، والتي يتوفر لهن ولأطفالهن رعاية صحية ومعيشية لائقة من عنابر خاصة بهن وحضانات لقضاء أوقات مع أطفالهن. منظومة العقابية كلها اتغيرت، كلها أدمية وإنسانية وحاجة جميلة جدا، ونقلة حضارية تانية خالص. احنا فرحانين النهاردة بالتكريم بتاع عيد الأم، وبيسلمونا هدايا، وبصراحة مهتمين بينا في رعاية خاصة لينا واللي معاهم أطفال، يعني الحضانة لها معاملة خاصة تانية خالص. كانت نقلة كبيرة جدا لينا، اتعاملنا فيها بالأدمية، اتعاملنا فيها فعلا بروح القانون، ان احنا بنشكرهم جدا وبنوجه كل الشكر طبعا لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. هذه الاحتفالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل هي إحدى أدوات الرؤية الإصلاحية المتكاملة
التي تتبناها وزارة الداخلية لإعادة دمج النزلاء في المجتمع عقب الإفراج عنهم، كما تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يظل إحياء المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي تراعي المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان وتسهم في تأهيل النزلاء وسرعة دمجهم في المجتمع لبداية حياة جديدة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.